من دون أهداف هي تلك التي جمعت جمعية أولمبي شلف بالضيف شبيبة الثورة، بما أن كلا الفريقين ضمن البقاء في حظيرة النخبة ويتواجدان في وسط الترتيب. وما مدرجات ملعب بومزراق التي غاب عنها الأنصار إلا دليل على ذلك. ثلاثي التحكيم بقيادة حلالشي سير المباراة بأريحية تامة. شوط أول كان لصالح الشلفة والذين حاولوا الضغط منذ البداية بخلق العديد من الفرص، أول هذه التسديدة التي لم تمر بعيدة عن إطار الحارس سفيون، لتحين الدقيقة 19 موعد هدف جمعية أولمبي شلف والذي لم يلتقطه المصور، أين كان الهدف مباغت حين أعلن الحكم وضعية تسلل لصالح الشبيبة، غير أن التسرع في التنفيذ من الدفاع وخطأ من بوسماحة استغله جيدا سعد جار الذي افتتح باب التسجيل لفريقه. رد الثورة كان من بن جلال الذي حاول، إلا أن الحارس حمزوي بالمرصاد يرد الكرة. سعد جار مرة أخرى يحاول عن طريق التسديد، هذه المرة فوق إطار الحارس، كان ذلك في الدقيقة 28. علي حاجي هو الآخر سدد لكن كرته تخطئ المرمى. آخر محاولة في هذه المرحلة كانت من بن جلالي ولصالح الضيوف، الحارس حمزوي في المكان المناسب ينقذ مرماه. المرحلة الثانية كانت مغايرة لسابقتها وسيرها الشبال ألان ميشيل بامتياز، فكانت بدايتها بهذه المحاولة لبن جلالي بمخالفة مباشرة تألق فيها الحارس حمزوي وبمساعدة القائم يخرج الكرة. دائما بن جلالي وراء كل محاولات الشبيبة، هذه المرة باكايوكو لم يحسن الاستغلال، حدث ذلك في الدقيقة 54. منعرج اللقاء بالنسبة للشلفوة كان هذه الهجمة السريعة بين الطويلي وتمويه من فرح أيوب، إلا أن الحظ لم يكن لجانب علي حجي الذي ضيع فرصة تعميق الفارق. ولأن مبدأ كرة القدم واضح، لما تضيع فرص تتلقى أهداف، وهو ما كان في الدقيقة 85 أين تمكن أودو من معادلة النتيجة لصالح ناديه. إذن هدف لمثله هي النتيجة النهائية للمباراة ونقطة ترضي الطرفين.